بسم الله الرحمن الرحيم. العرب تضرب المثل في قلة المعرفة بالتجارة بقولهم كمستبضع التمر إلى هجر، أو يقولون كمن يبيع الماء في حارة السقائين. لكن عندي قصة مشابهة تماما حينما كنت تاجرا لزمزم. قبل حوالي 10 سنين اشتغلت في تجارة ماء زمزم. أجيب ماء زمزم وأحطه في علب ربع لتر وأبيع. سميت الشركة اللي ما فيها رخصة تجارية شركة زمزم المجد، وصرنا نبيع ونوزع في الكويت كلها. بديت أعبي في البيت، وبعدين تطور الأمر وصرت أجيب لي صبي، وبعدين صاروا 10 على حسب البضاعة وانتشارها في السوق. ومن أكثر عملائي في رمضان قصر دسمان، قصر الشيخ جابر الله يرحمه، وديوان جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق رحمه الله تعالى. كانوا بعض مرشحي مجلس الأمة في ذاك الوقت يشترون كراتين ونحط لهم إهداء بأساميهم ويوزعونها في مقرهم الانتخابي. وبصراحة كانت مبتعة، وكنا ننزل تريلات، لكن منعنا لأن الأمر مو مرخص، واللي منعنا معذور. ومن أطرف المواقف اللي جرت لي المثل اللي صدرت فيه كلامي كمستبضع التمر إلى هجر. أجرت وزارة الأوقاف في دولة الكويت دورة علمية في علم الحديث، واستضافوا عالمين جليلين من محدثي مكة، وكالعادة طلبوا مني علب لماء زمزم لتوزيعها على المحدثين وعلى الحضور أيضا. فتعجب العالمان الجليلان من التعبئة الجديدة لماء زمزم. قالوا هذا ماء زمزم؟ قال ماء زمزم. قال اللي عندنا في مكة؟ قال اللي عندك في مكة. قالوا عجبتنا الطريقة، ودنا ناخذ هدية لأهلنا في مكة ماي زمزم. فأخذ كل واحد فيهم كرتونين ماي زمزم لأهل مكة. إذن استبضاع التمر في هجر أو بيع الماء في حارة السقائين لا يدل دائما على عدم المعرفة، والتوفيق من الله.